كويس اني حامل وضع التخفي عشان ما حدش يشوف الطياره المستقبليه اللي انا جاي بيها. الزائره من كوكب السعاده أصارها اختفى في النقطه دي بدون اي اسباب. جهاز التتبع بيشتغل بالحراره. ليه حراره جسمها نزلت؟ لا لا لا، واضح ان حالتها بتسوء لسبب مجهول. لازم انزل وادور عليها. ده اخر مكان ظهرت فيه. متاكده اني نزلت بالموبايل من البيت. خير يا اولاد؟ في حاجه؟ موبايلي ضاع يا عم سعيد. لا ما ضاعش، انا لقيته وحطيته مع العرايس اللي رايحه الملجا. حطيته في ظرف وكتبت عليه اسمك. شكرا بجد يا عم سعيد. ادخل بقى اشوف شغل. ما شفتش كائن من كوكب السعاده؟ انت شفت كائن من كوكب السعاده؟ انت شفتي؟ لا، بس اكيد في جوه محل اللعب موجود روبوتات وعرايس ونباديب وكائنات فضائيه كمان. لا يا عم، مش كائن فضائي لعبه. لا بتكلم عن كائن فضائي حقيقي. انت بتهزر مش كده؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.